السلام عليكم ورحمة الله. هالفيديو سويته قبل بس كان تسجيل شاشة الايفون. هالمرة بغيت اوضح لكم اكثر، لان حسيت انه مش واضح بالطريقة الكافية كيف نغلق التطبيقات في الايفون اكس. الموضوع جدا بسيط، تراكم يوم بتشوفون هالحركة باليد بتكون اسهل وايد. كل اللي محتاج يسوينه بس تكون تطبيق ما يغلق، ترفعون الشاشة من تحت، تشوفون الزاوية هذه، ترفعونه من تحت لين فوق، ترفعونه من تحت لين فوق، يطلع لكم مينيو. تمون ضاغطين، بس حطون صباعكم شوي، تمون ضاغطين، شوفوا يتغير اللوجو فوق. خلي بعيد لكم، نسحب المينيو من تحت نخليهم فوق، تم ضاغطين بالطريقة هاي. بالطريقة هاي نحن في وضعية نسكر تطبيقات. يا يكون واحد من الطريقتين، يعني يكون يا أن نسحب التطبيق للأعلى، أو عندنا الفص اللي هو علامة الناقص الأحمر، هذا نسكر فيه التطبيق. أتمنى أن الشرح هذا أوضح من الشرح اللي قبله ويفيدكم إن شاء الله، ويكون واضح بالنسبة اللي ما كان واضح له. شوفوا ممكن نسوي كذي أو بالطريقة السريعة هاي. تبون أكثر من تطبيق؟ زين. شيء ثاني، بنفتح مجموعة تطبيقات. لحظة، بنفتح هذا، بنفتح ستيم، بنفتح مسجات، بنفتح انستغرام، بنفتح سالك، بنفتح سوبر ماريو، بنفتح هذا جوجل ماب. انزين، نرفع بنفس الطريقة الشاشة لفوق. كيف نسكرها؟ في أكثر من إصبع، ثم ضاغطين بنفس الطريقة هاي. شفتوا يمكن قبل شوي سويتها ترى، شوفوا شوفوا كم تطبيق سكر. لاحظين؟ شوفوا لحظة، شوفوا كم تطبيق لفوق يطلع مع صبعي، حتى التليفون راح. شوفوا شوفوا كم تطبيق. ترى خلينا نسكر كل التطبيقات في الايفون، يمكن يكون اسرع حتى من تليفون ثاني. اتمنى هاي المعلومة خدمتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.